ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحمل ليوم الخميس 14 ابريل نيسان 2022. بالنسبه لتوقعات العشريه الاولى، مواليد 21 مارس ل 31 مارس، النهارده هتوصل لخط النهايه يا حمل. حتى لو كنت انت عملت ده من مده طويله جدا جدا، هتوصل لنتائج كتيره جدا في مشروعاتك اللي انت بتدخل فيها. ممكن يكون الوقت ده هو المناسب علشان تحقق من خلاله تقدمك اللي انت دايما بتطمح انك توصل لي، الا انه لازم تقوم بتخصيص مواردك بشكل كويس وبشكل كافي اكتر وبكفاءة. هتتأكد من انك تبقى مؤهل بشكل كويس وبشكل مناسب، او حتى انك ما تنجرفش لمشاعر النجاح بسرعة. اقبل المساعدة او النصيحة من الاشخاص اللي حواليك، وكلهم هيكونوا حابين مصلحتك. هيكون الموضوع ده بيحدث فيه نتائج كتيرة جدا جدا، ما تشكش في قدراتك، ممكن تكون انت اهم الحاجات اللي ممكن تكون بتتخيلها. توقعات العشرية التانية، مواليد 1 ابريل ل10 ابريل، النهاردة هتوصل لنهاية الاحلام. لو كنت انت اصبحت مشغول بخيالك بشكل كبير وانك تبني من خلاله حصون وسحاب كبيرة جدا جدا، الوقت هيكون مناسب علشان تصحى وتشرع في شروعك الفعلي في المشروعات دي، واللي هتظهر على ارض الواقع بشكل كبير. كل اللي عليك بس انك تكون بتخطط اساسيات قوية تبقى، حتى لو كان ممكن انك تنفذها في الوقت ده، الا انك لو وصلت الانغماس في احلامك اللي تعتبر غير واقعية، فهتفوتك الفرصة الهامة في الوقت ده، وهتبدد كل طاقتك القيمة فيها. توقعات العشرية الثالثة، مواليد 11 ابريل ل19 ابريل، شجعتك النهاردة للتغيير كبيرة. بيبدو ان الوقت هيكون مناسب اخيرا علشان تنفذ كل احلامك وتتحلى بالشجاعة، وهتتمكن من انك تغير مش بس حياتك الشخصية لكن برضو حياتك المهنية، وده طبعا هيكون ايضا نموذج يحتذى به النهاردة لكل الاشخاص اللي حواليك، الا انه لازم انك تلاقي الوقت المناسب علشان تتنفس اكتر وتنفس عن نفسك علشان تقضي على كل انواع التوتر اللي ممكن تكون بتظهر. فبنصحك انك تخصص وقت فراغك اكتر لكل الانشطة الرياضية اللي ممكن تكون بتضمن انك تبقى من خلالها اهدافك كلها قدام عينيك.